منك. إنه قلبه يا ابن عمي. كان سيف يعدل قلبك كله، ثم فجأة ظهر قصي. أفبعد أن خرج قصي ألا أجد ما كان لي في قلبك؟ من تراه يعتني بك أكثر مني؟ قل شيئا يا ماوية، قل شيء. فصمتك سيف على نحري. أيعلم طريف أنك تريدني بهذا الإلحاح؟ ومن لا يعلم في القبيلة كلها؟ سألتك عن طريف. أجل، هو يحبذ أن تكون زوجتي. منذ متى؟ بعد أن مات قصي بقليل. وحتى الآن؟ حتى الآن يحبذ أن أكون زوجتك وقد طلبني للزواج؟ ماذا تقولين؟ ألم يخبرك أنه عرض علي الزواج؟ متى حدث ذلك؟ منذ أيام فقط. وتعلم ما قال لي عندما رفضت عرضه بتقزز؟ قال إن لم أقبل به سيزوجني بك وأنفي في التراب. كيف يريدني زوجة ثم يدفعك للزواج مني؟ لننسى أمر طريف ونتحدث في أمرنا. لقد أعطيتني أسبوعا، فابق عند وعدك. هل ثمة بريقة أمل؟ ستعلم في حينه. أعتذر لأني دخلت عليك هكذا. أرجوك أن تسامحيني يا ماوية، أرجوك. لن تراودها يا حنظلة، أنت لست رجلا. أنا أصبر عليها فقط، لا أريدها قصرا يا أبا حربة فتظل كارهة لي. هل تتوقع أن تحبك يوما؟ لا يمكن أن تحب شخصا مثلك. لا تغضب، أنت تعرف بالأمر خيرا مني. هل أنا مخطئ فيما قلت يا درار؟ الوقت كفيل بحل كل الأمور يا أبا حربة، ولكنه ليس كفيلا بجعلها تحب حنظلة. أفضل أن أصبر عليها يا أبا حربة. اسمع، إذا لم تتزوجها خلال أيام زوجتها لأحد حراسي. هذا كثير يا أبا حربة. سأفعلها. بات أبو حربة يتدخل في أعماقنا يا حنظلة، حتى في مصيرنا. إياك أن ترضخ لتهديده. لن أرضخ يا ضرار، لن أرضخ، ولكن على ماوية أن تقبل الزواج بي. يجب أن أهرب يا عبلة. إلى أين؟ أي مكان أرحم من هذا المكان؟ إنني أختنق، أختنق وأذوي كسراج يفقد نوره. لن تأمن شر الطريق. سأعود من حيث أتينا، لقد صدفنا قبيلة في طريقنا إلى هنا، سألتجئ إليها وأعيش فيها. فإن عاد سيف أخبريه أنني هناك. أقسم إنك عازمة على فعل ذلك. حتى لو تزوجت من حنظلة الذي لا أحب، فطريف لن يدعني وشأني. رجل مثله لن يقبل الهزيمة على يد امرأة. طريف أنك تريدني بهذا الإلحاح؟ ومن لا يعلم في القبيلة كلها؟ سألتك عن طريف. أجل، هو يحبذ أن تكون زوجتي. منذ متى؟ بعد أن مات قصي بقليل.
وحتى الآن؟ حتى الآن يحبذ أن أكون زوجتك وقد طلبني للزواج؟ ماذا تقولين؟ ألم يخبرك أنه عرض علي الزواج؟ متى حدث ذلك؟ منذ أيام فقط. وتعلم ما قال لي عندما رفضت عرضه بتقزز؟ قال إن لم أقبل به سيزوجني بك وأنفي في التراب. كيف يريدني زوجة ثم يدفعك للزواج مني؟ هل أفرغت كل ما في نفسك من قهر؟ نفسي؟ إنه جوفي. جوفي أصبح خاوي إلى ضرار. ألا ترى أحشائي مبعثرة على الأرض؟ دائما تحمل الأمر أكثر مما يحتمل، ودائما لا تجد برا ترسو عليه. لأني أضعف من دودة حقيرة تسحف على الأرض. أجل يا ضرار، أنا ضعيف. ضعيف أمام ماوية، وضعيف أمام طريف. هي فارس صديد أنا. هي حبك وهو سيدك، وكلاهما أقوى منك. لا يفترض أن يكونا أقوى مني، لكنه العشق والجبن، ولا أعرف كيف يجتمع العشق والجبن في صدر واحد. كثيرا ما يجتمعان، لكن حبك لماوي أمر، وجبنك أمام طريف أمر آخر. فكيف أمسك بخناق الاثنين؟ لأنك لا تريد أن تنسى ماوية، ولا تريد أن تخسر طريف. أحب أن أخسر طريف، ولن أخسره إلا بقتله. أنت تقتل طريف؟ سأفعلها يوما يا ضرار، سأفعلها يوما. أرى أن تنسى ماوي الآن الحمد، وتفكر بأمر طريف الإيمان. ما كان عليك أن تسمع ما سمعت يا أبا البشر. إن شئتما كأني لم أسمع شيئا، وإن شئت قتلي يا ضرار فافعل. حنظلة كان غاضبا ليس إلا، ولم يعني ما قاله. بل عنيته، أحب أن أقتل طريف. أبو البشر معنا، لا مع طريف. أنا معكما إن كنتما على حق، لا إن كنتما ألعوبة بين يدي طريف. نحن ذراعاه لا ألعوبته يا أبا البشر. بدأت أشعر أن طريفا يشعر بخدر في ذراعيه، وأنه أوشك على بترهما. أقصر يا أبا البشر. دعه يا ضرار، دعه. قل كل ما لديك يا أبا البشر. على طريف أن يثوب إلى رشده، لأن على الحاكم أن يحب قومه قبل نفسه، وإلا كان حاكما على مجموعة من الرعاة. لسنا رعاة يا أبا البشر. لماذا تظنان أن طريفا قتل أبا اليسر؟ طريف لم يقتل أبا اليسر. فأين هو؟ رحل، أخذ متاعه ورحل. هكذا دون أن يراه أحد؟ هذه قبيلتكم يا ضرار، ونحن قومكم يا حنظلة. طريف تسلم الحكم من دون وجه حق، ولئن كان صهرا المؤند فهو لم يعد صهره بعد أن طلق ابنته وتخلص منها، فأي وجه حق له في الحكم؟ كأنك تريد أن تصبح السيد يا أبا البشر. ليته يكون يا ضرار، ليته يكون. أنا لا أطمع بسيادة ولا بسلطان، أنا أطمع فقط أن يكون أهل قبيلتي بخير. تذكر يا ضرار؟ تذكر عندما كان المهند بيننا، وانظر الآن، في عهد طريف ترى التقاتل والتجاذب والدماء تسفك. فماذا نفعل يا أبا البشر كي تعود القبيلة كما كانت؟ تجرأ على قول الحقيقة ولو لمرة واحدة، واتركا أهل القبيلة يبتون بأمر. أليس هذا ما طلبناه من أبي اليسر؟ أصمت يا حنظلة. أنت يا ضرار،
وأنت يا حنظلة فأنتما والذمة. أحس أن نهاية أبا حربة قد اقتربت. أرجو أن تفلح، أنا خائفة عليها من قطاع الطرق، سيكونون أرحم من طريف، صدقيني. قيام يا سيد القوم، رأيت موية تغادر القبيلة. إذن فقد هربت. أقسم لا أقتلنها. لا تتهور يا حضرة، نحن لا نقتل بناتنا، إنها ابنة عمك يا رجل. إنها عرضك يا حضرة، إن وقعت بين أيدي قطاع الطرق العار سيلتصق بك. إياك أن تدعها تنجو، وإن رفضت العودة اقتلها ودعها طعاما للوحوش. هيا. ما بك يا رباب؟ ما الذي يحدث يا عبلة؟ لماذا تجري الأمور بتلك الطريقة؟ لا تخاف عليها، هناك شياطين تعبث برأس زوجي، ربما كان شريرا لكنه الآن الشر كله. أي وحش أصبح بداخلك يا طريف؟ وكيف آمنوا على ولدي منك؟ Thank you.
المرة الثانية التي تتجسسين فيها علي. إن كان هناك ثالثة كانت نهايتك يا رباب، حتى وأنت تحملين طفلي. ماوية فتاة وحيدة ومسكينة، لماذا تصر على إيذائها؟ هذا أمر لا يعنيك. نزلت عند رغبتك وأحجمت عن الزواج بها، ماذا تريدين بعد؟ أنت لن تعودي رباب التي أحببتها. احلمي أني لن أضع نفسي تحت رحمة نار قد تحرقني في أي لحظة. وإن شئت أن تعرفي المزيد ستعرفينه بعد أن تضعي مولودك، لأني لا أحب أن أخسرها. والآن أريد أن أنام وحدي على الفراش. لماذا يريدون قتلك؟ سبق وأخبرتك يا حربة، أمك ستؤلبهم ضدي. إنها مجرد أحلام. لا، ليست مجرد أحلام إن كانت مستقرة هنا. هل سألت أمك عنهم؟ سألتها. وماذا قالت لك؟ لا تعرف عنهم شيئا، ولقد استغربت الأمر. وماذا قالت بعد؟ قالت لا يوجد سببا لقتلك. قالت لك ذلك؟ أجل أجل يا أبي، لا داعي للخوف. سيقتلها. أعرف أنه سيقتلها. هل لحق بها ليقتلها أم ليعيدها؟ وأنت جئت خفية عن طريف لتقول لي هذا؟ طريف أمر حنظلة بقتلها. ماذا؟ لقد أوغر صدره ضدها بطريقة لم أعهدها من قبل. هذا هو طريف سيدكم الذي تتبارون من أجل الدفاع عنه والحفاظ عليه، طريف الذي جعل منكم قتلة لأهلكم. أليس لشر ذلك الرجل نهاية؟ يطلبها للزواج وهو يعلم أن حنظلة متيم بها، ثم كيف يدفع حنظلة للزواج منها إن كان راغبا بها؟ هل كان يدفعه للزواج منها؟ ويعيره بأنه ليس رجلا إن لم يتزوجها رغما عن أنفها. فعل ذلك لأن ماوية رفضت. ربما، فلم يكن متحمسا يوما لزواج حنظلة من ماوية. هل أدركت الآن أي السادة هو طريف؟ أدركت يا أبا البشر، وكنت مدركا في السابق، ولكنك لم تفعل شيئا، لا أنت ولا صاحبك حنظلة. سنفعل عندما يعود حنظلة، وأنا من سيصرخ في القوم لا حنظلة. يجب أن تفعل يا ضرار، يجب، فلابد من درء خطره. ثم أنا سأساعدكم بكل ما لدي، وماوية ستفعل. ماوية؟ إن عادت حية. إن كان يحبها بشكل عنيف فسيعيدها حية. الأمل عندي بأن لا يدركها. والآن عد إلى خيمتك واحذر أن يراك طريف أو أي أحد من رجاله. لم يعد يهمني الأمر يا أبا البشر، لم يعد يهمني. نمت مساء. جدول. افعل يا طريف، افعل وسأخبر القاطع والشاطرة بكل ما تفعله بي، بكل ما تقوله عن أهلي. أجل، فبعد خيانتك لي لم يعد هناك ما يبرر خوفي عليك منهم. أنت لم تحفظني لأحفظك. ولكني رحى أيها الساقط، وأنت طريف الذي كان يتضوى رجوعا، الذي كان يشتهي ثوبا يستر فيه عورته النتنة. كان يجب أن أصغي لأبي، لأخي سيف، للقاطع والشاطر. كلهم كانوا ينظرون إليك كحثالة، يعاملونك كجيفة. إلا أنا جعلتك تتربع في قلبي ملكا.
أنت وأبي والقاطع والشاطر كلكم على حق. طريف زوجي حثالة ليته بقي منبوذا، ليته بقي ضعيفا بلا كرامة. ألم تكن توسعه ضربا؟ الآن يجب أن تنال منه، يجب أن تسحقه بن عليك. إن لم تفعل فعل الشاطر والقاطع، وسينهض أبي من قبره ليهشم وجهه. لماذا أنت منقبض النفس؟ لا، أنت متوتر إلى درجة كبيرة. هل الأمر خطير؟ ألم تلقي علي ما في دخيلتك؟ أكره أن تقابلي من كان زوجك يوما. تغار علي منه وأنا أسعى لقتله؟ حتى وهو يموت فقد أنجبت منه ولدين. ليس ابن سلام من يقول هذا. بالطبع، عشقي المجنون لك من يقول هذا. عشقك من سيمدني بالقوة لأهزمه يا ابن سلام. إن قوي عليك فلن أقف مكتوف اليدين، حتى إن وعدتك بغير ذلك. وهل كنت أساعدك على خصمك في القتال؟ طريف ليس مجرد خصم، ثم إنك تبقين امرأة. بعد كل الذي رأيت مني أبقى مجرد امرأة في نظرك؟ امرأة وزوجة وأما ثم مقاتلة. سأكون كل ما ذكرت وأنا أواجهه، وسأكون زوجك وأنت تواجهينه. أنت لم ترى أحدا منهم؟ أنا أحاول يا أبي. عليك أن تراهم وإلا أشبعتك ضربا، هل فهمت؟ هيا فكر. أقسم أني أفكر، ولكن ليس كتفكيرك بأمك. حتى أمي لم أدراها. أريد أن أعرف أين هم وماذا يخططون لي، والويل لك إن فشلت. من أجل الطفل في أحشائك يا رباب، إن ظللت على هذه الحال ستفقدينه. صدقيني لم أعد راغبة في خروجه، لا أريده أن يطل إلى الدنيا فيجد رجلا كطريف أباه. ستنصلح الأمور بينك وبينه، فلا تدع الطفل يدفع ثمن خلافكما. عن أي خلاف تتحدثين؟ طريف سيهجرني بعد أن ألد له طفلة. ماذا تقولين؟ إنه يبيت لي الانتقام كما هي عادته. ولكن لماذا؟ لأنني أحيانا أقف في وجهه. لا تخافي يا موية، أقسم مني لن أمسك بضر. أنا لم ألحق بك لأقتلك أو لأجبرك على العودة إلى القبيلة. أنا هنا خشية أن تتعرضي لمكروه وأنت تسافرين وحدك. من أين جاءك هذا الكرم يا ابن عمي؟ من حبي لك يا ابنة عمي. لا تعود إلى هذا يا حنظلة. بل سأظل ألهج به حتى أموت. أنت قدري يا موية، ولن أتخلى عنك حتى لو كنت كريحة لي. أنا لا أكرهك يا حنظلة، فأنت ابن عمي، وإن كنت أرفض الارتباط بك فلأنك بمثابة أخي. أبناء العم لم يكونوا يوما أخوة، والتاريخ يشهد على ذلك، ولكنني لن أكرهك على الزواج مني، أقسم على ذلك يا مامي. لقد خرجت في إثرك، وأنا عزم على أن نعود إلى القبيلة حتى وإن لم يجدك. لهذا جلبت معي ما يقتل نفسه لأنه أحمق ومتهور. أصبر قليلا، ربما أفكر الآن أن أصيح بالقوم لأكشف طريفا. افعلها يا ضرار، افعلها.
درار. بإذنك يا أبا البشر. أراك تتحدث إلى أبي البشر. لم تطلب مني ألا أتحدث إليه. أنا لم أطلب منك أن تقصده لكي تتحدث إليه. لقد سألته إن كان حنظل قد عاد. تسأله ولا تسألني؟ لم أنتبه لوجودك في الساحة. رأيتك كيف هرعت إليه، فيما حدثته؟ لم نتحدث سوى عن حنظلة. تعرف أنه صاحبي وابن عمي، وتعرف أي علاقة تربطنا ببعضنا. إن اشتممت رائحة خيانة يا درار قتلتك قبل أن أحدثك. خيانة؟ أنت تعلم أنه يكيد لي ويتمنى سقوطي، وأنت الأقرب إلي، فهو سيعمل جهده لكي يتقرب منك. اطمئن يا أبا حربة، أبو البشر لا يعنيني في شيء، وإن أردت امتنعت عن التحدث إليه. يكون أفضل. أتعرفين ماذا قال لي طريف عندما دفعني للحاق بك؟ قال لي أن رفضت العودة إلى القبيلة. اقتلها يا حنظلة، اقتلها وإلا قتلتك. لهذا لن أعود إلى القبيلة، وسنمضي معا إلى أي مكان تشائين، حتى لو كنت أخا لك. هل تدري لما يريدك أن تقتلني؟ لما يريدك أن تتزوجني قسرا؟ لقد قلت لذلك. إذن أي العين أنت يا طريف؟ أي العين أنت؟ لست أفضل منه يا حنظلة. بشحمه ولحمه يا موية. تأخرت كثيرا يا سيف. لم أظن أن هناك ذئابا ستنهش لحمك. حنظلة ضحية طريف مثل غيره. حنظلة أراد أن يقتل رحى مع صاحبه درار، ولكنها لم نفعل. لم تفعلا لأنكما لم تستطيعا. هي التي هاجمتنا ولم نقتلها. حتى لو أن طريف أمرنا بذلك فلن نفعل. كيف حالك يا موية؟ عبلة في انتظارك أيها الشاطر. قد وصلنا عودة رجلك. لم يعد حنظلة حتى الآن. لابد أنه ما زال يبحث عنها. أظنها تمكنت من الفرار. لقد خرج حنظلة في إثرها دون أن يسمح لها بالابتعاد كثيرا. أعتقد أنه سيدركها. إن لم يفعل سيخسر الكثير. أبي اذهب أنت. رأيتهم؟ رأيتهم وتحدثت إليهم. أمك كانت معهم؟ لا يا أبي، سألتهم إن كانوا سيقتلونا فتعجبوا. هل قالوا ذلك؟ أجل. ألم يجتمعوا بأمك؟ قالوا إنهم لم يروها. استمر في رؤيتهم، ولك مني ما تحب. أهلا بكم في دياركم. نحمد السماء أنكم وصلتم إلينا سالمين. أتحمد السماء على وصولنا حقا يا أبا حربة؟ كيف لا؟ ألستم من أهلنا؟ نحن أسيادك يا أبا حربة. لا سيد إلا أبا حربة. السيد لا ينبت من أصل وضيع. أنت تهين سيدنا يا سيف. ومتى كنتم رعاعا ليكون سيدا عليكم؟ أيعقل أن تعودوا حاملين هذا العداء لي؟ لو كان أحدكم هنا عندما مات المهند لما كنت سيدا عليهم. ولن تكون سيدا على أحد يا أبا حربة. فرحة ما زالت حية وهي تنتظر خبر موتك بفارغ الصبر.
من ذا الذي يتجرأ على مس أبي حرب بالسوء؟ أتريدون أن تموتوا أيها القاطع؟ قل لهم من أنت يا طريف، قل لهم ماذا فعلت لتصل إلى هذا المنصب. إن كنتم ناقمين علي لأن رحى نفثت سمها في دمكم، فرحى امرأة مجنونة والكل يعرف هذا، إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة. ألم تطلب من حنظلة وضرار قتل أختي رحى؟ لا، لم أفعل. بل فعلت يا أبا حربة، أوحيت للقوم أنها هربت ورحى لم تهرب. أنا وضرار من قطع قيودها وأخرجناها من القبيلة لنقتلها بناء على أوامرك. من يصدق سافلا مثلك؟ وماذا عن ماء الغدير الذي لوثته قاصدا أن يرحل أهل القبيلة عنها؟ لماذا فعل ذلك؟ لماذا أرادنا أن نترك القبيلة؟ لأنه يخشى عودة القاطع والشاطر والسيف، فينتقم لمقتل المهند ولما فعله بأم حربة. هذا لغو نرده عليك يا حضلة. أبو حربة لا يقوم بأفعال قدرة كهذه. تكلم يا ضرار، تكلم، قل لهم أن كل ما ذكرته كان صحيحا. هيا، رأيتم يا قوم؟ رأيتم ما يحاولون إلصاقه به؟ أنتم لستم على رحب والسعة، فغادروا القبيلة قبل أن تقتلوا في ساحتها. من سيقتلنا يا أبا حربة؟ أهلنا لم تعودوا من أهلنا، اقتلهم يا رجال. ما قاله حنظلة صحيح، وما قالته رحى أيضا صحيح. رباب، كنت شاهدة على كل أفعال زوجي. اصمتي أيتها اللعينة. طريف هو من خطف ولديه على يدي قصي وأرسلهما إلى أبي اليسر، هو من لوث مياه الغدير ليجبركم على الرحيل، هو من قتل المهند بالأفعى السامة، وهو من أمر أيضا بقتل رحى، وهو من أمر حنظلة بقتلي لأنني لم أقبل الزواج منه. إنهم يكذبون، وأنا أضم صوتي إلى أصواتهم. طريف كان وراء كل الكوارث التي حلت في القبيلة، وقد كنت وحنظلة وقصي المنفذين لإغراضه. جميعهم اتفقوا ضدي، يريدون قتلي لأني طلقت رحى. من أين آتي بأفعى سامة لتلدغ المهند؟ أهناك رجل في الدنيا يمكن أن يرتكب كل تلك الجرائم التي ذكروا؟ أرجو أن تصفحوا عنه. سنترك لك فرصة الدفاع عن نفسك كإنسان. أقاتل سيف، إن انتصرت عليه تطلقون سبيلي. فز علي وأنت حر.
ماذا تفعلين هنا؟ أفعل ما يجب علي أن أفعله. لقد تزوجنا بعد رحيلكم حتى أكون مسؤولة من زوجي. وماذا تريدين الآن؟ حقي في منازلة طريف. لقد اختار طريف سيف وكانوا على وشك القتال قبل أن تصلوا. اختار سيف لأني لم أكن موجودة، ولو كنت لاختارني أنا، أليس كذلك يا طريف؟ خذ زوجتك يا ابن سلام وابتعد بها. يحق لرحى أن تضع نفسها موضع الاختيار من قبل طريف. زوجتك ليست ندا لطريف، سيقتلها. ألن تختارني على سيف يا طريف؟ طبعا سيختارك. أنا أكثركم ضررا من طريف، ولم تقاسوا ما قاسيته. كنتم تعيشون مغامراتكم بينما كنت أتلوى من العذاب. إن قتلك أو هزمك فسنخلي سبيله. لن يهزمني، فإن قتلني فهو يستحق النجاة. اضرب لتقتل يا طريف، فلن أرحمك لأنك لا تعرف الرحمة. أخطأتي إذ وضعت نفسك في هذا الامتحان. من أين عثرت على هذا المكان الجميل؟ إنه يبدو كعرش يلتقي فيه العشاق. أتي إلى هنا لأني أشعر بالاطمئنان والراحة. أقسم أني أشم رائحته. لو أنني لم أصرخ لأمسكتهما معا. لماذا وهو يعلم أني أموت إن نظر لامرأة أخرى؟ لكل ظروفه يا ابنتي، أسبابه. وهو يبقى بشرا. وأنا حيوان بري مخلوق بلا مشاعر. لماذا؟ لماذا وأنا لا أرى في الكون رجلا سواه؟ لماذا وقد حفرت له بين أضلعي وأسكنته؟ لماذا وهو يحتل نبضي ومسام جلدي؟ لأنك خير زوجة وفية مخلصة. أنا وهل أخبرك من وقع اختياره عليها؟ كيف حدث عن غريقة معه؟ كيف؟ إن كان السهم قد سقط لأنه الأصغر، فإن حربة أوعى من أن يلحق بأخيه. ماذا لو حاول حرب إنقاذه؟ فرمى بنفسه وراءه. حرب ليس غبيا ليفعل ذلك. Thank you.
بقيت سنين طويلة أتحين الفرص إلى أن برز حلم عمك الشاطر. عندها استدعيت أبا اليسري وطلبت منه أن يقص على عمك أنه رأى ذلك الكهف في إحدى رحلاته، وكان لي ما أردت، ووقع الشاطر في الفخ ولحق به القاطع والسيف. أتعرفين إلى أين أرسلهم أبو اليسر؟ إلى الهلاك، إلى الموت. فعلت أكثر من هذا، أوهمت أباك أن رباب حامل وشعلت أحدهم يخطف ولديك وأرسلتهما بعيدا. فمن بقي في الساحة بعد أن أصبحت على حافة الجنون؟ أبوك المهند. عندها أرسلت إليه ليلا أكثر الأفاعي سما وجعلتها تلدغه في مؤخرة رأسه.